تحية طيبة لكل اللي عم بتابعونا عبر قناة تي آر تي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج مدينتي. برنامجنا لليوم رح نبدأ بإحدى مدن الجمهورية الجزائرية وهي مدينة وهران. تعتبر وهران عاصمة غرب البلاد وثاني أكبر مدينة بعد العاصمة الجزائر. طبعا وهران تعد مركزا سياحيا واقتصاديا وتجاريا هاما نظرا لوجود الميناء فيها، ميناء وهران. وهران مدينة جميلة جدا، صعب كتير اشرح لكم جمالها. طبعا مثل العادة رح نتعرف عليها برفقتكم مع ضيف حلقتي السيد رمضان اتكاي. السيد رمضان شخص تركي الاصل، مقيم في مدينة وهران ومتزوج حتى من هنا. خلونا نتعرف على هذه المدينة الجديدة برفقتكم مشاهدينا، لا تروحوا على مكان، حلقتنا رح تكون جميلة جدا. اهلا وسهلا. اهلا سيد رمضان، كيف الصحه؟ ان شاء الله بخير. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. طبعا اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. حضرتك السيد رمضان اتكاي. 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 نعم، اهلا وسهلا فيك ببرنامج مدينتي. انا اسمي نور وزير، مقدمه هذا البرنامج ومعي فريق العمل كاملا. نحن راح نكون عندك ضيوف لحتى تعرفنا. شكرا لك. لحتى نتعرف على مدينة وهران الجميلة. يعني قبل كلش أنا نحب أن نطلب اسمح، أنا اللغة العربية اللي نتكلم علمت أول خطرة كي جيت عندنا 10 سنين كي جيت هنا في الجزائر. نعم. ما كنتش نعرف نحضر بالعربية. علمت هنا. نتكلم معكم باللهجة الجزائرية. طيب طيب، أنا رح أوضح للمشاهدين. السيد رمضان عم بيقول لي إنه هو صار له 10 سنوات بالجزائر بوهران. طبعا تعلم اللغة العربية من خلال يعني الشعب الجزائري، يعني تعلم اللهجة الجزائرية. فهو عم بيقول لي أنا سامحوني يعني من شان موضوع اللغة، ولا يهمك، أنا رح أي كلمة رح يكون المشاهد العربي رح يتلقاها بصعوبة، عندي أنا مهمة أني أترجمها. شكرا. لأنه ممكن أني أفهم كمان أنا جزائري، لأنه يعني العرب بيفهموا طبعا على بعضهم. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بدي أعرف هذا المكان جميل جدا. طبعا حضرتك اخترت أنه نلتقي فيك هون، ما السبب؟ يعني إحنا وهران هنا البلاصة عالية كثير. صحيح. ومن تقدر تشوفها وهران المدينة بشكل كامل. يعني كامل. نعم. كامل. والبلاصة اللي رانا الآن كنيسة. 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 نعم. نعم. ابني فرنساويين، هي بناها الفرنسيين. بناها فرنساويين. وتقريبا 1849. 1849. نعم. نعم. مشاهدينا بس للتوضيح، السيد رمضان اختار نتواجد نحن بهذا المكان ونلتقي بحضرته هون، لأنه هون أعلى مكان بمدينة وهران ومطل فورا على ميناء وهران وعلى البحر. هي هذا الجبل في يعني نحن هلا بكنيسة بناها الفرنسيين. صح. نعم. بناها الفرنسيون. صح. عام 1849. فلهذا لجمال هذا المكان وللإطلالة المميزة حب السيد رمضان أن نلتقي فيه هون. نعم تفضل. يعني كان اختيارك لهذا المكان. نعم. بسبب جماله. حضرتك بتيجي يعني هذا المكان دائما؟ احنا يعني في المكان هنا نجو في الويكند. بالويكند. في الويكند. نعم. من بالعيلة. بالصغار. نجو. طيب يعني انا بدي اطلب من حضرتك نتعرف على هذا المكان اكثر، تفضل حتى نروح نشوف المكان سوا. تفضل.
هنايا الان طلعنا تقريبا 50 متر للفوق، كنا احنا تحت سان مريم. نعم الان احنا سانتا سانتا كروز. هنايا في العام 1510 اسبانيولين بنينا هنا. الاسبان هنا اللي بنوا هذا هذه القلعه. قلعه نعم. نحن هلا على ارتفاع 50 متر عن كنيسة سان مريم اللي كنا فيها هلا تحت. هون قلعة سانتا كروز اللي بنوها الإسبان عام 1510. طبعا نحن شايفين كل مدينة وهران كامل والبحر تبعها. يعني احنا اليمين تشوف الوهران كامل. نعم. ولا على اليسار تشوف هالعين تارك. يعني تاني شبه مريحة، يعني منظر جميل جدا. نحن هون كاشفين المدينة والبحر بشكل كامل، وشايفين الهواء مشاهدينا رح يطيرنا يعني، بس منعش وكثير بلش يبرد الجو. طيب خلينا نكمل جولتنا وننزل هيك، ونحن نازلين نتفرج على الأماكن الجميلة اللي تحت. طبعا الإطلالة هون رائعة. سيد رمضان، نحن هون وين وصلنا؟ يعني بعتقد وصلنا على منتصف المدينة. نعم. مركز الوهران. هذا مركز وهران. هذه الساحة فيها طبعا تمثال، المشاهدين فيها تمثال. ماذا يعني وما اسم هذه الساحة؟ هذا الاسم ميدان ابن عبد القادر. ميدان عبد القادر. أمير عبد القادر. الأمير عبد القادر. نعم. نعم. يعني شايفة أبنية فيها، الأبنية قديمة. هذه أبنية قديمة كثير. يعني أكثر من 100 سنوات. وكما نشوفها هنا البلدية. دار البلدية. دار البلدية. هذا مبنى دار البلدية. ومنها ثاني جدا يعني هذه تياترو. تياترو. مسرح يعني قديم. والبنايات كامل 100% هنا يبنهم في وقت الفرنسا. نعم هذا بناء قديم، بني طبعا من ايام الاحتلال الفرنسي. عمي إلي الاستاذ رمضان انه يعني عمرهم اكثر من 100 عام. طبعا نحن هون بميدان او ساحه الامير عبد القادر بمنتصف مدينه وهران، يعني ساحه جميله جدا وبمنتصف المدينه، فسيارات وعجقه. بس انا ملاحظه في يعني في طبعا عجقه كثير وفي ازدحام بالسير، ولكن ملاحظة وجود أعلام وزينة. يعني ماذا يعني هذه الزينة؟ اليوم ماذا تعني؟ اليوم يعني أنتم جيتوا نار مليحة. في مناسبة معناتها على وشنا، يعني في مناسبة. شو هي؟ يعني اليوم أول نوفمبر أنا. واحد نوفمبر. نعم. يعني شعب جزائري كي كانت وقت الفرنسا يستعمر فرنسا. نعم. اليوم شعب جزائري فين نقولوا بدأوا يدير الحرب يعني. مقاومة يعني. أنا. نعم. اليوم 1 نوفمبر وهذا يعني للشعب الجزائري أول يوم ببدء المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. طبعا هذا احتفال واضح، مشاهدينا مزينين الساحة كلياتها، ونحن اجينا بيوم هذا الاحتفال، فهذا يوم سعيد بالنسبة لنا. يعني مرحبا بكم. الله يسلمك. شكرا. أنا بتشكرك جدا لأنك أحضرتني لهذه الساحة وعرفتني عليها. طبعا في ورانا هون يعني تمثال تذكاري او شيء تذكاري للامير عبد القادر، وهو كمان اول من اسس دوله الجزائر. صحيح. هو من اول مؤسسين دوله الجزائر. طبعا جولتنا مستمره مشاهدينا، والسيد رمضان كمان اكيد رح يفرجينا على اماكن كثير حلوه. خليكم معنا. تفضل.
مرحبا بكم يعني. شكرا شكرا لك سيد رمضان. لنوضح للمشاهدين ولالي كمان نحن وين وصلنا وما هذا المكان. هذا وصلنا احنا اسمه ميوزي احمد زبانه، متحف احمد زبانه. نعم في الوسط الوهران يعني، في وسط مدينه وهران بالمنتصف طبعا بالمدينه الحديثه يعني. نعم. ماذا يحتوي هذا المتحف يعني؟ هل هو قديم يعني وما ما يوجد قديم بالداخل؟ قديم كثير، والداخل فيها يعني الحواجات القديمة والسلاح القديمة. هذا المتحف يحتوي على ملابس الجنود وماذا أيضا؟ ملابس الحوايج القديمة. نعم ملابس و والسلاح الأسلحة والأسلحة الجنود القديمة. طيب خلونا مشاهدينا نروح سوا لحتى نشوف. تفضلي. بيسمحوا لنا ندخل صحيح؟ نعم. المميزة اللي جايبني عليها أنا، بس بدي أفهم، بدي أخذك على قاعة، بدي أخذك على قاعة. هاي القاعة شو فيها لحتى مميزة بالنسبة لك يعني؟ أنا حبيت شفتك، جبتك هنا باش تشوف باللي هادية تاني كاين حواجات من الدولة العثمانية. كما هذه الباب. نعم. في وقت الدولة العثمانية آخر باب دخلت على وهران. مشان هيك لكان جبتني أنت على قاعة فيها أشياء من الدولة العثمانية. هذا آخر باب، باب إقامة آخر بايات وهران. أنا. يعني آخر يعني اللي آخر باب يعني. آخر باب للدولة العثمانية بوهران. نعم. ومثلا واحد آخر هنا يا الحجرة هذا يا يعني الأمر من عند المصطفى باي. بأمر مصطفى باي. بيش يقدروا حل الديبو. مخزن. مخزن. أمر ببناء مخزن، وهي كتابة أثرية يعني وتخليدية لهذا المخزن. حلو. كمان هي من الدولة العثمانية، من أثر الدولة العثمانية. حلو. جميل. وواحد آخر ثاني. نعم. تشوف هنا. هون شو في بقى؟ هون في سيوف. هذه ثاني في الوقت الدولة العثمانية السيف. يا الله. سيف عثماني من الفترة العثمانية. يعني من وهران. في وهران. تمام تمام. رائع جدا. طيب خلينا نشوف كمان هيك صالات أكثر يعني. تمام تفضلي. بس هذا الباب. احنا شفنا لمحة كتير قصيرة عن المتحف. المتحف جميل جدا، ولكن نظرا لضيق الوقت بدنا نشوف أكبر عدد ممكن من الأماكن بوهران، لهيك خصصنا هذا الوقت الصغير للمتحف. خلينا نكمل جولتنا مشان المشاهدين كمان يلحقوا يتعرفوا معنا على كامل مدينة وهران. مرحبا بكم ديما. مرحبا. شكرا شكرا. أكيد من المؤكد أن هذا المكان هو جامع. واضح. جامع. ما اسم هذا الجامع سيد رمضان؟ مسجد الباشا.
هذا مسجد الباشا، نحن هلا بمسجد الباشا. طبعا واضح انه مسجد قديم واثري قديم جدا. قديم في الوقت الدوله العثمانيه، يعني منذ زمان الدوله العثمانيه. نعم هذه هي في 1796 تقريبا، يعني هو رقم يعني تقريبي، يعني كي كان الدوله العثمانيه هنا وكي يربحوا الحرب على الاسبانيول. نعم باشا حسن باشا داروا الهدية على شعب جزائريين الشيخ دروس اللي هنا، يعني هو نتيجة انتصار العثمانية على الإسبان، يعني هذا الجامع بني كهدية لشعب الجزائر يعني بشكل عام. طيب حضرتك قلت لي إنه هو قديم منذ عام 1779. طيب 97 اسمعني 97. طيب هلا يعني مكان هذا الجامع يعتبر بالمدينة القديمة ولا الحديثة؟ هذه المدينة القديمة. بالمدينة القديمة. يعني نقدر نقول باللي وحران وحران يبدأ من الخطر يبدأ من وحران. يعني هنا بداية مدينة وهران، فهي بموقع من مواقع المدينة القديمة والأثرية، يعتبر من ضمن الأماكن الأثرية فيها. طبعا يعني مشاهدينا جامع جميل جدا وواضح، يعني عبق التاريخ موجود فيه. أنا ملاحظة أنه يعني لهلأ ما يعني ما فيش استخدام لهذا الجامع، يعني هلأ إذا ممكن نحن نفوت ندخل لجوا ندخل للداخل نشوف طريقة حتى العمار يعني وطريقة الزخارف الموجودة. طبعا واضح أنها زخارف عثمانية. نعم فينا ندخل لجوا؟ تفضلي. لازم حط شيء على رأسي احتراما للمكان اللي نحن داخلين عليه. نحن هلأ بداخل جامع الباشا. طيب أستاذي، أنا لاحظت أثناء دخولي أنه هذا الجامع جميل وواسع ومتسع جدا، مساحة جميلة جدا، ولكن يعني غير مستخدم. أنا جل بدأوا المشاكل التعليمية قديمة كثيرا. نعم. ودولة جزائرية يعني الحمد لله هي ستبدأ بترميمه يعني؟ نعم هناك مشروع ترميم يعني في هذا الجامع، لهيك هو ما مش مستخدم لهلا. لا بصح إن شاء الله يبدأ كما كنت. نعم يعني يعيد بناؤه أو ترميمه بشكل حتى هاي التشققات اللي فيه كلياتها تتصلح. طبعا يعني مشاهدينا لما ندخل على هذا المكان بتشعروا بهي الرهبة تبع أجدادنا، يعني لما كانوا يجوا يتعبدوا رب العالمين هون، يعني فعلا في خشوع بيسيبكم. بتطلعوا حتى على الآثار بتلاحظوا أنه يعني كانوا مبدعين، يعني بكل معنى الكلمة كان في مبدعين عم يأسسوا لنا التاريخ اللي نحن هلأ بنفتخر فيه كلياتنا، عرب ولا أتراك ولا من أي مكان كنا فيه، نحن بنفتخر بأجدادنا بنفتخر باللي عملوه. طبعا تفضل أستاذ. من بعد حبيت نوريك من بعد إن شاء الله في الكتابات والقرآن كتب نعم مكتوبة في الوقت الدولة العثمانية بيت. يعني هون موجودة بهذا الجامع؟ موجودة هنا. هناك كتب مكتوبة من أيام الدولة العثمانية، من أيام تأسيس هذا الجامع، يعني مكتوبة بخط اليد كتب للقرآن الكريم، بنقدر إنه نشوفها؟ نستطيع نشوفها. طبعا أنا ملاحظة على كل حيط من الحيطان عم ينكتب مكتوب هيك أشياء، يمكن المهندسين أو اللي رح يقوموا بترميم هذا المسجد أخذين القياسات المعينة للترميم. طيب إن شاء الله خير، ممكن نشوف ال Thank you.
سيد رمضان طبعا يعني مكان بيلفت النظر وبناء جميل وضخم جدا بمنتصف المدينة. ما هذا المكان؟ هدي احنا نقوله كاتدرال يعني كنيسة. كاتدرائية يعني كنيسة. نعم كنيسة. هذا جبتكم هنا على جال الكنيسة، هذا أكبر كنيسة الجزائر والعرب. هون أكبر، عم بيقول الأستاذ رمضان إنه هون أكبر كنيسة في الجزائر كلها وفي وهران. نعم. يعني أنا تاني كي جيت عندي 10 سنين هنا في الجزائر. صلك 10 سنين بالجزائر. 10 سنين وكي جيت أول خطرة جيت شفت هذه عجبتني. عجبتني كثير يعني بس عجبتني. هذاك علاش حبيت جبتكم هنا يعني. عم بيقول السيد رمضان انه هو صار له 10 سنوات من لما اجى من قبل 10 سنوات على الوهران، لفتت نظره جدا واعجبته بالذات يعني كثير الكنيسه. طبعا واضح انه حتى الرسومات اللي عليها هي من اي زمن يعني. هذه بداوا يبني 1910. 1910 بدا يكملوا في 3 سنين يعني 1913 يكملوا. بالفرنساويين اللي بنوها وبالارشيتكتور تاعو بيزانس. طيب هي هلا يعني ما زالت كنيسه على حالها؟ لا هذه في العام 1984 دوله جزائريه در مكتبه. يعني بداوا 94 و5 و 84 و85 يحلوا يعني الان يعني مكتبه. انقلبت من كنيسه لمكتبه، ولكن يعني واضح مشاهدينا من البناء تبعها انها مميزه. والسيد رمضان مشكورا طبعا عم بياخذنا على اجمل الاماكن بوهران. صدقا انا مستمتعه جدا بهي الجوله، بس انا يعني عندي منك طلب صغير. ممكن نفوت نشوف هيك شوي عنها؟ تفضلي تعالوا معي. رائعة يعني كما شفتوا هنا يعني مكتبة الداخل فيها مكتبة بصح يعني الأوريجينال تاعها ما تشاهمش وراهم مليها يعني الكنيسة. صحيح هلا مشاهدينا مثل ما شفتوا المكتبة موجودة هناك مع الكتب، ولكن هذا القسم من هذه المكتبة أو الكنيسة ما زالت الكنيسة كما كانت، تاركينها مو مغيرين فيها شيء. البناء طبعا رائع، ويعني حتى العلي تبعه شاهق كثير ومخيف، بتشعروا ب هيك بالحنين للتاريخ وللناس اللي كانوا يصنعوا هيك أشياء تاريخية نحن بنعتز فيها. طبعا الكنيسة مثل ما هي ما غيروا فيها شيء، احتراما للمكان واحتراما لخصوصيته. حتى الكراسي إذا شايفين يعني حتى الكراسي هي كلياتها بعد ما تغيرت ومصنوعة بطريقة رائعة أستاذ، يعني حجر وبنفس الوقت في خشب. أي نعم. حجر وخشب أوريجينال يعني رائعة. أنا يعني صدقا شعرة بكتير والمليها يعني عادية. ايوه هذه يقدر يجي يشوفها يعني. صحيح هي صحيح يعني هي مسموح فيها الزياره ومسموح انه اي انسان يفوت على هي الكنيسه ويشوفها.
طبعا انا كثير سعيده انك جبتني لهون، كثير استفدت من الكتب، يعني من اني اطلعت على المكتبه، وراح اخذ كم كتاب كمان، انا لازم اشتري كم كتاب بيني وبينك، وكثير استفدت اني انا شفت هالكنيسه الرائعه. طيب انا كثير بتشكرك. يعني نحن وصلنا على شاطئ جميل جدا ومنطقة حلوة كتير. شو اسم هاي المنطقة بداية؟ هذا المنطقة اسمه عين الترك. عين ترك. عين ترك. عين ترك. تبل وهران يعني. يعني بتخصك عين ترك، يعني فيها عين ترك. عين الماء. أها. طيب هذا المكان رائع يعني، وطبعا الهواء كتير نقي وصافي هون. استغل الواحد الفرصة مشاهدين لحتى يأخذ هيك نفس ويفضي كل دخان المدن وازدحام المدن. صحيح. ازدحام. هي منطقة اصطياف هون. اصطياف. منطقة هي تابعة لوهران. تابعة لوهران يعني. تقريباً. يعني أخذت معنا مسافة. تقريباً مسافة 30 كيلومتر من وهران. 30 كيلومتر تبعد عن وهران. فعلاً أخذت معنا مسافة بالسيارة ونحن جايين عليها، بس أنا فعلاً لما بدأنا هيك الجبال شوي تروح وصرنا نشوف البحر يعني والشواطئ من فوق قبل ما ننزل لهون، فعلا انا قلت بيستاهل هذا المنظر انه يعني نقطع هاي المسافه لحتى نجي نشوف هذا المكان الجميل. طيب استاذ احكي لي عن هاي المنطقه بالصيف. يعني في الصيف اولا هذا الميديتراني يعني البحر، البحر الشاطئ، البحر المتوسط يعني الابيض المتوسط. يعني في الصيف هنا كان نقدر نقول باللي موجود الازدحام هنا. طبعا يعني ازدحام بالسياح، بالسياح وغير ماشي غير في وهران، جايين هنا نجي لوهران والولايات الكامل من الجزائر، ليس فقط اهل وهران، وموجوده كثير جزائريين عايش برا يعني. صحيح. برا من صحيح. جزائريين عايشين وجو هنا يعني، بيجوا بالصيف للاصطياف. بالصيف. وحضرتك؟ وانا يعني نجي تجي لهون. علاش نجي؟ انا زوجتي والدراري الصغير اولاده نحوسوا فوق الرمل، بيلعبوا فوق الرمل وكبيره الكبيره. يعني طبعا هذا الشاطئ على يعني فيه رمل وكثير نظيف، يعني واضح حتى الشاطئ هو كثير نظيف، محافظين يعني اهل مدينه وهران على نظافته لهذا الشاطئ، لانه هو مكان للاصطياف ومكان للسياحه طبعا وللنزهه اثناء الصيف يعني. على فكره مشاهدينا هلا في صحيح هون الشاطئ والرمل والبحر، بس كمان ورانا في جبال خضراء ومنظر يعني كثير حلو، واكيد منطقه للاصطياف. انا متاكده انه ولايه وهران كلها اهل وهران كلهم بيجوا لهون بيصطافوا، بس هلا الجو شتاء يعني بدا البرد وبدا اللبس وبدات العطل تنتهي فنحن للاسف انا متمنيه لو جينا بالصيف لحتى نقدر هيك يعني نفوت على البحر اكثر. صح. ان شاء الله تجي خطره اخرى يعني. اكيد انا خلص صار لي صديق هون يعني بولايه وهران بيجي لعنده زياره يعني. يعني من عين ترك هذاك الرمل تقريبا 10 كيلومتر يعني للرمل، من 10 كيلومتر الشاطئ الرملي. شاطئ رملي كثير حلو المنظر. خليكم معنا مشاهدينا لحتى نشوف الشاطئ الرملي الجميل جدا. تفضل نكمل. We'll be right back.
مرحبا بكم. يعني هلا انا وياك عم نمشي بمشي معك بس مش عارفه لوين نحن رايحين. احنا هديال المطعم تاعنا يعني مطعم نعم في وهران عندنا مطعم تاع الترك. اسمعوا والله يعني هي خبرية، انا عم بمشي مع الاستاذ رمضان وخجلاني احكي انه لوين نحن رايحين على اساس انه لازم يفرجيني مدينة وهران. اكتشفت انه جايبني على مطعم لشركة حضرته. حضرتك عندك مطعم هنا في وهران. شو في هذا المطعم؟ يعني مأكولات يعني فيها فود يعني فاست فود، فيها مثل ترك شاورما يعني فيها شاورما يعني يعني ساندويتش شاورما وساندويتش سريع يعني أكلات سريعة. نعم. طيب خلونا نفوت نتعرف على المطعم تبع السيد رمضان، شو رأيك؟ تفضلي. رمضان، بدي اعرف حضرتك يعني كيف يعني شو سبب قدومك للجزائر بداية؟ لماذا اخترت الجزائر وما هو طبيعة العمل بالجزائر؟ ما عملك بالجزائر بالتحديد؟ يعني احنا كي جينا قبل 10 سنين هنايا قبل 10 سنوات حضرتك جيت على الجزائر بدينا نخدموا جلود يعني بدأت بالعمل بالجلود. نعم الجلود نعم. تصنيع الجلود نعم ودرنا والدباغة يعني نعم وبعدين شفنا باللي في الجزائر في الخدمات على البنايات وجدتم انه ممكن انه تقيموا مشروع للبناء. نعم وبدينا نخدم في البنايات الحمد لله يعني الحمد لله. واليوم عندنا مطعم. علاش عندنا مطعم؟ هذا المطعم. نعم هذا المطعم. طبعا انا هاي الشغله بدي اعرفها يعني من الجلود الى الابنيه فلماذا المطعم؟ يعني ما هي فكره المطعم؟ غريبه شوي يعني الموضوع. الفكره هذا على الجد احنا كي نخدموا في البنايات عندنا خدامين وكانت عندنا المطعم تاعنا الخدامين بس تاعنا اللي ياكلوا. يعني انتم كان عندكم وانتم عم تعملوا الابنيه كان عندكم مطبخ للناس اللي بيطبخوا لحضرتكم بس الكم بس والطباخين كانوا اتراك؟ كان اتراك وكان جزائريين. اتراك وجزائريين بيعملوا بالمطبخ اكل لحضرتكم. نعم تفضل. وكشفنا باللي الجزائريين عجبتهم الماكله تاعنا وقلنا لنا علاش هذه جبنا عطينا الفكره علاش ما نحلوش مطعم هنايا يعني حلينا الحمد لله لليوم يعني وتوفقتم يعني مش غير المشتري تاعنا مش غير من وهران بس يجي من وهران من العاصمه من الجزائر كامل يعني حلو مشاهدينا يعني الفكره بدات هيك من اقتراح صغير انه ليش لحتى ما نعمل مطعم نعمل فيه الاكل التركي وفعلا يعني هذا المطعم لاقى اقبال من الشعب الجزائري طبعا ومن الجاليه التركيه الموجوده هون حتى الفرنسيين اللي بيجوا من فرنسا على الجزائر بيجوا على هذا المطعم وبيذوقوا الاكل التركي. طبعا سيد رمضان مثل ما شايفين
هذا المكان طبعا معروف بوهران، معروف بساحة وهران. ما هذا المكان؟ خلي حضرتك تشرح للمشاهدين. يعني اليوم فيها الحفلة، هنا حفلة موسيقى. يعني ولاية الوهران وولاية العنابة، نعم، يديروا مع بعضهم الحفلات الموسيقى. هون تياتر، هون مسرح. هون مسرح، مسرح تراجيدي كوميدي أوبرا تقام فيه حفلات الأوبرا. هذا المسرح معروف في مدينة وهران، صحيح؟ صحيح. وهو بمنتصف المدينة الحديثة، طبعا واضح من شكل البناء حتى وضخامته، يعني قديش هو مبنى مهم. ولكن السيد رمضان حب انه نجي نزور هذا المكان لانه في فعالية بهذا المكان هلأ قائمة، حفل. ما هو هذا الحفل؟ الحفل موسيقى. حفل موسيقي. نعم. حفل موسيقي بين عنابة، ولاية عنابة. ولاية عنابة الوهران. يعني ولاية عنابة جاي تعمل حفل موسيقي بمدينة وهران، وأنا ومشاهدينا طبعا متشوقين جدا لحتى نفوت نشوف هذا الحفل. نشوف. تفضل. كانت صدفة سعيدة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لوجودنا مع السيد رمضان، انه اليوم صدفة كان موجودة هي الفعالية بهذا المسرح الرائع. طبعا الفعالية بتحكي عن الغناء التقليدي والشعبي لشعب الجزائر. انا كثير بتشكرك سيد رمضان لانك اجيت فينا لهون، ولانك عرفتنا على جمال مدينة وهران من خلال حضرتك. طبعا بالنهاية هي مدينتك الثانية ومكانك الآخر، وحضرتك متزوج هون ومستقر هون. يعني أنت أنتوما كامل؟
أنتم. أنتم شرفتونا يعني. شكرا شكرا، شرف لنا. هذا يعني حضرتك نورت برنامج مدينتي، وكانت حلقة مميزة جدا. أكيد مشاهدينا رح تعجبكم كثير، لأنه السيد رمضان حاول قدر الإمكان بالوقت القصير اللي معنا يفرجينا أجمل الأماكن بمدينة وهران. إن شاء الله حلقتنا تكون نالت أعجابكم. سيد رمضان، وصلنا للأسف لآخر فقرة بالبرنامج، حان وقت الوداع. نحن نشكرك، حضرتك ضيف غالي على برنامج مدينتي، ورح تبقى ذكرى مدينة وهران بقلوبنا جميعا. إن شاء الله عجبتكم. طبعا طبعا عجبتكم وهران، مدينتي عجبتكم يعني. الله يبارك فيها لمدينة وهران، الله يبارك فيك كمان، وشكرا لحسن ضيافتك. بارك الله. شكرا كثير لك. مع السلامة سيد رمضان. الله معك، مع السلامة، باي باي. مشاهدينا، مثل ما شفتوا انتهت حلقتنا لهون بهذا المسرح الجميل جدا، انتهت حلقتنا بمدينة وهران. إن شاء الله تكون الأماكن اللي إحنا زرناها والسيد رمضان قدر يفورجيكم جمال هي المدينة. طبعاً موعدنا معكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة ومدينة جديدة، مني ومن فريق العمل كاملاً لكم كل التحية، وإلى اللقاء.